قالوا نحاول نرجعوا هذا الدرس هذا، التزموا آداب الأكل والشرب وسمي الله قبل الأكل. ألوغ روغارد بيان، مثلا نعطيك غير واحد المثال باش تفهم. مثلا ملي كنحطوا الماكلة، مثلا ملي كنحطوا الطاجين ناكلو، شنو خصنا نديرو؟ أول حاجة خصنا نديرو قبل ما نجلسو في الطبلة ناكلو، شنو خصنا؟ لا بلاش نعوذ بسم الله، غتعزم على الماكلة. صراحة بلا ما تقد، شوف بلا ما تقد تزيد من راسك. ألوغ شوف، قبل ما كنبداو ناكلو، ألوغ مثلا أنا قلت لك راهي صلاح حاجة بابا تاكل، شنو غدير أول حاجة؟ لا بوميييغ دي شوز كو دوا فيغ هو أنك خصك تغسل يدك. نمشي نغسل يدي بالماء والصابون، بالماء والصابون. علاش؟ باش هذيك الأوساخ والميكروبات اللي عندي في يدي تنزل مع الماء، باش ما ناكلهاش أنا، داكوغ؟ يعني أنا ما غسلتش يدي. دابا مثلا شوف، مثلا بيدينا كنقيسوا الطبله، كنقيسوا الستيلو، كنقيسوا المسطره، هادو فيهم ميكروبات. مثلا المسطره والستيلو والطبله والدفتر، اي حاجه قسناها فيها ميكروبات. صافي، الو حنا نبغيو ناكلو، شنو خصنا نديرو؟ نغسلو يدينا بالماء والصابون، وغسلو يدينا في الصابون، اغسلو يدي بالماء والصابون. عرفتي التسنيات اللي طاحوا لك عدبوك في الهضره. اغسل يدي، وتبع معايا تبع معايا، اغسل يدي بالماء والصابون. شوف معايا مزيان، وسمي الله قبل الاكل. راه هذه سهله، من اداب الاكل، من اداب الطعام. ملي كنقول الطعام يعني الاكل والشرب. مثلا ملي غنغسل يدي نمشي نجلس نبغي ناكل، قبل ما ندير الدغيمه في الطاجين غادي نقول بسم الله. هذه هي اسمي الله. اسمي الله يعني شنو نقول؟ بسم الله. وركز معايا، شنو كنقصد باسمي الله؟ بسم الله. أسمي الله قبل الأكل، ماشي حتى ناكل غنقول بسم الله. قبل ما نبدا الماكلة، ملي نجلس هكا ونبغي نقطع الخبيز، غنقول بسم الله، نقطع الخبيز ونغمس وناكل، داكوغ؟ أسمي الله قبل الأكل وآكل باليد اليمنى. راه شوف، عندنا جوج يدين، عندنا هذه اليمنى وعندنا هذه اليسرى، بجوج بيهم، داكوغ؟ حنا خصنا ناكلو باليد اليمنى، هذه. دابا أنت هما اللي ديدات عندك، هذه اليد اليمنى وهذه اليد اليسرى. الوغ اليمنى هي هذه، هذه هذه اللي خصنا ناكلو بها، ما ناكلوش بهذه، ناكلو باليمنى، داكوغ؟ إذا آكل بيدي اليمنى ومما يليني. ما معنى مما يليني؟ يعني ملي نقول كناكل، ناكل غير من حدايا. مثلا نعطيك أنا مثال، واحد المثال بسيط باش تفهم. مثلا عندنا هذا، مثلا هذا الطاجين، داكوغ؟ هذا الطاجين، صلاح هو جالس هنا، هذا صلاح غياكل. الوغ انا درت طاجين كبير وصلاح صغير، ياك؟ غير باش تفهم. الوغ دابا هذا صلاح هنا، الوغ انا مين نبغي ناكل؟ مثلا صلاح، هنا كاين مراد، هنا كاين ماماك، وهنا كاين خوك رضا، داكوغ؟ اذا ها هو صلاح. الوغ ها الطاجين، انا مين غنبغي ناكل؟ منين خصني ناكل؟ منين؟ اليمنى. لا، غناكل باليد اليمنى، ولكن في الطاجين فين غندير؟ واش مثلا غنجي نغمس من هنا، من حدا بابا؟ لا. ولا غنجي ناكل من هنا في الطريف هذا، من حدا ماما؟ لا. لا، خصني ناكل من هاد الجهه اللي حدايا انا بوحدي. لا، فهمني شنو نقول لك، فهمني شنو تقصد. دابا مثلا ملي نبغي ناكل من حدايا، ماشي مثلا ناكل من هنا وشويه نجي ناكل من هنا وشويه نجي ناكل من هنا وعاوتاني شويه ناكل من حدا ماما وشويه نجي ناكل من الوسط. نو، ناكل غير من حدايا، باش خوك غياكل هنا من حداه وانا غناكل من حدايا، ماما كتاكل من حداها، ما حدنا حنا كنخوا هاد البلايصات وحنا كنزيدوا الوسط. واش فهمتي؟ هذه فيها الدجاجه. هذه فيها الدجاجه هنايا كومسا، ولكن شوف فيها دابا مزيان. الوغ مين بغي ناكل، خصني ناكل من حدايا، من الجهه اللي حدايا في الطاجين، ولا مثلا في كسكسو ملي كنحطو القصيعه، خصني ناكل من حدايا، ماشي ناكل من حدا بابا. انا جالس هنا ونبقى نطول يدي وناكل من حدا بابا. قلت ناكل الطاكوس. لا، داك الطاكوس كتاكلو بوحدك، هذاك الطاكوس كتقطع بيه بوحدك. ولا اللي كلينا هذيك النهار في طبسيط مجموعين، خصك تاكل من حداك. الوغ تبع معايا دابا مزيان، من اداب الاكل والطعام شنو خصنا نديرو؟ الوغ قبل الماكله خصني نقول بسم الله. شنو خصني ندير؟ بسم الله. إذن هذا بسم الله يعني أسمي الله. أش من يد كناكل، باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ يمنى. اليد اليمنى. واش ناكل من حدايا ولا ناكل من حدا بابا؟ ناكل من حدايا. وهذيك من حدايا هي ومما يليني، يعني ملي كنقول مما يليني يعني خصني ناكل من حدايا، داكوغ؟ إذن خصني أولا نقول بسم الله، إذن من آداب الأكل، من آداب الأكل والشرب. سلمى حتى ما يبغي يشرب منه، هز الكاس نقول بسم الله ونشرب.
وشربوا الماء والثلاثة. كنشربوا الماء على ثلاثة ديال الدفعات، هذه سنة نبوية. كناخذوا الجغمة الأولى وكنزيدوا الجغمة الثانية، والجغمة الثالثة كنشربوا الكأس. داكور؟ ماشي الجغمة الأولى اللي نشربوا كاملة. لا هذا كيتسمى شرب البعير، بحال الشرب ديال يعني بحال الشرب ديال الحيوانات، ولكن ما بوغ حتى الأغلبية كيديرها هكاك. ولكن لا، حنا غير كسنة نبوية خصنا، بما أننا حنا مسلمين خصنا نحترموا السنة ديالنا. يعني ملي نبغي نشرب أولا كنقول بسم الله، كنهز الكاس، كندير الجغيمة الأولى، كندير الجغيمة الثانية، والثالثة كنشرب الكاس كامل. داكور؟ يلا ركز معايا. ألو ملي كنبغي ناكل، ألو ها أنا غسلت يدي، نقص الطبلة. ألو ملي غنبغي نهز الخبز غادي نقول وسمي الله. وسمي الله شنو خصني نقول؟ بسم الله. بسم الله فوالا، وسمي الله. واش غادي ناكل باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ باليد اليمنى. اليد اليمنى. واش ناكل من حدايا مما يليني ولا ناكل من حدا بابا؟ مما يليني. مما يليني خصني ناكل من حدايا. مزيان. إذا احنا مثلا كلينا سالينا الماكله، ألوغ ملي كنسالي الماكله بيان سور كنمسح يدي بلا سيرفييت، وشنو كنقول؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله وتقول بسم الله وسلم دابا الحمد لله وسلينا. مزيان ممتاز. بسم الله قبل ما كنبداو ناكلو، ملي كنساليو الماكله ماذا نقول؟ الحمد لله. الو هنا قال لك واذا شربت اشرب ما تناولت، ولا شي اللي قلنا قبيله، يعني ملي نبغي نشرب الجغيمه الاولى، الجغيمه الثانيه، الجغيمة الثالثة، عاد نشرب داكشي كامل، ولا أتنفس في الإناء. يعني ملي نبغي نشرب بعض المرات كتاخذ كاس كبير كتبغي تشرب فيه، ما خصكش تنفس فيه، أنت كتشرب كدير في الماء، هذاك الهواء اللي كتخرج من نيفك ما خصوش يمشي لك في الماء. يعني أنا ملي نشرب مثلا كأس بحال هكا، لا بون، ملي نشرب نحس براسي مثلا بغيت نرتاح، نحيد الكاس من حدايا ونتنفس مزيان على خاطري ونزيد نكمل نشرب. صافي؟ دابا صلاح نعطيك واحد، نسولك واحد الحاجة، مثلا دابا أنا جيت لعندك صلاح عمي صلاح وريني عفاك شنو هو اداب الطعام، شنو خصني ندير قبل ما ناكل؟ شنو خصني ندير؟ بسم الله. اذا خصني نقول بسم الله وشنو اخر عمي؟ خصني نقول واحد. لا باقي ما سالت، باغي في الماكله مازال كناكلو، خصني نقول بسم الله ياك، وشنو خصني ندير؟ يعني كل يدك يمنى، ناكل باليد اليمنى هكذا. وشنو اخر؟ واش نقلع في الطبسين ولا في الطاجين؟ لا كل حداك. ناكل من حدايا. مزيان. من حدايا يعني مما يليني، مما يليني. مزيان. ومنين نسالي الماكله عمي صلاح شنو خصني نقول؟ صافي غنسالي ونقول الحمد لله. خصنا نقول الحمد لله. صافي هكذاك. بغيت نسولك نسيت عمي صلاح، دابا مين بغي ناكل؟ واش دابا مازال عاد غنبدا ناكل، واش غنقول بسم الله ولا الحمد لله؟ كلينا دابا. لا عاد غناكل، مازال ما بديتش الماكله، عاد قطعت الخبيز غناكل، شنو خصني نقول؟ نقولوا بسم الله. ما نقولش الحمد لله، نقول بسم الله. فوقاش خصني نقول الحمد لله؟ ثلاثه الماكله. هكاك. واخا عمي صلاح عندي واحد السؤال واحد اخر، واش بسم الله كنقولها غير مره واحده، اولا مثلا فوقاش ما قطعت طرف الخبز خصني نقول بسم الله؟ لا لا. شنو لله؟ هذه شوف غادي نشرح لك دابا. مثلا دابا انا قطعت الخبيز، مثلا دابا هذا هو الخبيز، داكوغ، مثلا هذا هو الخبيز، هاد الوريقة هادي هو الخبيز، أنا قطعت الطريف الأول، غنقول بسم الله وغادي نغمس وغناكل، ياك أنا كليت، ألوغ ملي غنقطع الطريف الثاني عاوتاني، واش خصني نقول بسم الله؟ لا. صافي بلا ما نقولها، بسم الله كنقولها غير مرة واحدة. صافي؟ بسم الله كنقولها مرة واحدة فقط، ما كنقولهاش دائما، فوقتاش ما بغيت تقطع الخبز نقول بسم الله، نو، ملي كنكون جالس غناكل كنقول بسم الله مرة واحدة ملي كنبغي ناكل، ملي كنسالي من الماكلة كنقول الحمد لله، كناكل باليد اليمنى ديالي، وآكل مما يليني، كناكل اليد اليمنى، وآكل مما يليني، يعني كناكل من البلاصة اللي حدايا. صافي يا سي صلاح؟ كنا كناكلو حنايا العصا، كناكلو جوج، ها واحد، ها جوج. والعصار ماشي ماكلة. أجل 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 أجل